طب يلا ما نروح نرجع تشي يا زلمه من الصباح الباكر حتى أذان المغرب نكون في خلية نحل متكاملة حتى إنتاج الفطائر النابلسية الأصيلة من الشعيبيات من سرة بنت البلك الفطير الجبنة المشهور كمان في صنف جديد نزلناه من عند حلويات أبو صالحة اللي هي الأراطيس الشامية بالمصنع في أصناف جديدة نبدأ في شغلات رمضان اللي هي الفطير الجبنة الوربات الخدود الست في كمان أصناف جديدة نزلناها على السوق من حلويات أبو صالحة اللي هي الأراطيس بالقشرة طبعا هي التراث الفلسطيني التراث النابلسي التراث النابلسي ولكن إيش لفلسطين عامة تبدأ من هنا من نابلس وتوزع على الضفة الغربية وجميع العالم كمان احنا صرنا بمجال الحلويات اكثر من 30 عام
نتميز بالكنافة النابلسية، الكنافة المحيرة الخشنل، الكنافة البرمة، الفطير بجبنة أم النارين. الأصناف اللي بتميزنا برمضان القطايف اللازق بجبنة، الفطير بقشطة، شفايف الست، خدود الست، العوامة، القرائيش، الحلقوم، الحلاوة الزلابية. خلال شهر رمضان تضاعف الجهود عندنا، يعني الشغل بتضاعف عندنا، منشان هيك مننزل عمال بزيادة على أساس إن نقدر نقوم بحاجة المواطن وقديش نقدر نقدم للمواطن خلال شهر رمضان المبارك. مدينة نابلس هي بلد زي ما احنا ماخذين شعار لنا بحلويات أبو صالحة بالذات، مسميينها بلد الخير، وهي إن شاء الله إنها راح تتم بلد الخير، مدينة الحلويات. يعني كل شيء حلو تجده في مدينة نابلس، كل شيء مميز من الحلويات تجده في مدينة نابلس. تطلع على أي مدينة بالوطن العربي يعني ما بتلاقي أطيب من حلويات نابلس. إحنا لفينا يعني على دول كتير وإحنا وشفنا الشغلات هذه، فلقينا الشغل النابلسي والطعم النابلسي له نكهة خاصة وميزة خاصة. شغلة الحلويات بتميزني إنها هي تراث نابلس وأنا ابن نابلس، منشان هيك بفتخر بصناعة الحلويات النابلسية لأنها تنتمي إلى التراث النابلسي الأصيل.